الرمش له فيا يا حي من جانا ويا زينها من جيا نمد لك يا ضيف فنجالنا عالكيف بيوتنا بيتك جيت بشتاء أو صيف الفطور وصال. خليك من الفطور الحين وراك ما لبست طقم المنتخب. انا اليوم اشجع الانجرتي. يا فجي اول شيء طقه صح يا خاين. انا اعرف هذا الوصف، انا مساوي وقلبي مع الاسطوره ميسي. والله لو درى ميسي انك بتشجعه نعتزل كوره بيصير خباز. انا يا ملال هزيمه انت وهالميسي. يا ابن حلال هذا مو ميسي هذا خسي. طالع يا عيال كنا فجر. بعدين وراك رافع الشرطي لهنا معامله لهب. ركب كله يسار وش الوضع؟ ها مقهورين جمهور المنفوخ كريستيانا. تكلمنا حنا ياوا. تعال وراك حاط مناكير. اوه صح جزمتك. حاط مناكير. تعال تعال. ابو الوانك يا شيخ افصح افصح الجزمه افصح افصح الجزمه يا ابوي داخل المجلس افصح الجزمه خلص الفطور رح رح على طول اجلس انت وش التشكيله الخايسه ما بقراديات يدربهم وين العمري وين الغنام يا حبيبتي طبيعي افضل لاعبين في السعوديه هم لعيبه الهلال لعيبتكم لو لعبوا بيفشلونا قدام العالم اقول استحي على وجهك لا خليك تشوفين المباراه في المستشفى فكيني يا لقحه يا بنات عجزت القى القناه لنقل المباراه سلام عليكم خلوا الفرحه بايديكم ابشروا بالخير يجيكم ه ه ه وش اللي جايك حط المباراه بسرعه الوطنيه اليوم مليون لا 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 لحظه بس عشان استوعب مناهل اللي ما اداني طاري الكوره الحين تبي تتابع مباراه يا اختي وش اسوي انت متخيله ان ميسي قاعد يلعب معانا وفي كاس العالم لا 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 مو طبيعي التويتر مولع حطوا القناه بسرعه اصبري من اليوم قاعد ادور عليها ها بنات خلاص لقيتها ايوه الاحبه الكرام مشاهدينا هلا والله اتحداك التشكيل البطله اهم شيء ولا لاعب من اللي بالي بالك يلعب اليوم حسان من الشباب وفي راس من الفتح والباقي من الزعيم العالمي يا ابوي اهم شيء اصمل على كلامك الطاقيه مو بذا نزخنا خمسه سته تقول ما لي دخل وربي قهر ليه ما لعب العبود نبغى واحد من انت في التشكيله مه مشكله المالكي من راح مع الهلال ما لعب ولا مباراه تقدر تعتبره للحين مع الاتحاد راس انكم جرات انتم كملوا يا عيال فضولكم كملوا أصلاً هذه المباراة تمرين بالنسبة لنا ما لكم تشبحوا افطروا هيا افطروا طيب طيب هلا والله مساء الخير بسم الله الرحمن الرحيم وش تبي أنت؟ هلا عامر بدأت المباراة ولا باقي؟ هلا والله وحيد من ذولا؟ هذول اخوياي الونيس ومشاعل توي تفرجون مباراتي عندي لكن للاسف ما عندي اشتراك قلت مالي لاستراحه العيال سلامات تبي تسوق علي انت المباراه منقوله بالمفتوح راح اشوفها ببيتكم يا ابن الحلال تعال يا عامر خلاص وصلنا بعدين نبي تشجيع ونبي حماس يلا يا عيال مثل هذه الايام عشقنا كرة القدم جيل 94 وصل دور 16 العبران وسام الجابر والدعية مخلدين في الذاكرة إلى الآن جيل سالم وسلمان والعويس يستحقون الوصول والفرح يا عامر أكثر من مليار شخص ينتظرون هذه القمة مثل إيطالي يقول كوراي معناها تحلى بالشجاعة كوراي لشخصيتكم كوراي ل 40 مليون خلفكم المباراة هذه لو فعلتوها في لوسيل 86 ألف متفرج حتبقى عالقة في الأذهان 20 سنة مقبلة اليوناني يورو 2004 كوريا 2002 بورتو ويفا تشامبيونز ليج 2004 ما حد توقع هذه الامور البرتغال يورو 2016 صعبه بس ما هي مستحيله لجل هذه الايام عشقنا كره القدم عامر احتاج قلبك تصفيدك صوتك العالي اليوم كلنا وقود للاخضر السعودي فاموس 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 عامر فاموس عامر الصعوبات وجدت لكي نتجاوزها فاموس 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 يا اخي لك 8 سنين وانت ناشب لي هنا يا اخي مباراه الهلال واوراوا مباراه الهلال وسيدني
يا اخي ليش مستقعد لي يا ابن الحلال؟ ولا علشان هلالي وانت نصراوي؟ اليوم مباراة المنتخب تكفى باستئذان، مو عشاني، عشان الوطن. النظام يقول الساعة 2 ينتهي الدوام، ولا تبيني اخالف النظام؟ لا تخالف النظام يا ابن الحلال، بس الساعة 2 بيفوتني الشوط الاول ونص الشوط الثاني. منك دقيقة بس. هلا والله، حلو حلو، اجازة رسمية من الحكومة. شف ما قاعد افتن عليه. شف بلا عشان نيتك سودا، لو انك سامح لي قبلها بدقيقه كان كسبتها جميله عن طيب نفس. بكل ادب بكل احترام، السلام عليكم. اهب يا وجهه.